السلام عليكم، مرحبا بكم في مدارس الأدريس الأهلية. وياكم أستاذ زهراء، مدرسة اللغة الإنجليزية. وصلنا طلاب يونت الثالث، الدرس الثالث، هنا منزلي، يونت 3 لسن 3، here's my house، هنا منزلي. هاي الصورة توضح لكم درسنا لهذا اليوم. درسنا لهذا اليوم يتحدث عن أماكن المنزل أو غرف المنزل. أوكي، الكلمات اللي لازم تحفظوها اليوم هي أماكن المنزل. أوكي، أول شيء عندكم bedroom. bedroom معناها غرفة النوم. bedroom غرفة النوم. kitchen مطبخ. kitchen مطبخ. dining room. dining room غرفة الطعام. sitting room غرفة الجلوس. garden معناها حديقة. garden حديقة. sitting room غرفة الجلوس. dining room غرفة الطعام. kitchen مطبخ. bedroom غرفة النوم. هنا listen and say، استمع وقل. هنا صديقتنا تسأل عن المكان، مكان دينا، تسأل عن مكان دينا. فإذا أريد نسأل بعدات السؤال where، إذا أردنا نسأل بعدات السؤال منو، يا هذا السؤال نستخدمه للسؤال عن المكان where. عفية، where's دينا، أين دينا؟ in the dining room. where's دينا؟ in the dining room. أين دينا؟ في غرفة الطعام. where's هادي؟ نبحث عن هادي. وين موجود هادي؟ in the bedroom. in the bedroom في غرفة النوم. where's كريم؟ أين كريم؟ in the bathroom في الحمام. كريم بالحمام. okay. الطلاب المطلوب من عندكم انه تحفظون هذني الكلمات اللي هن غرفة النوم، الحمام، المطبخ، وغرفة الجلوس، وغرفة الطعام. هذني المطلوب من عندك حبيبي تكتبهن بالدفتر وتعرف شلون تنطقهن. ارجع كرر الفيديو اكثر من مرة وشنو، وكون تحفظ لياهن على غيب، تراجعهن انت وماما. تمام حبيبي؟ فهسه المطلوب من عندك تحفظ ذولي bathroom، okay، و bedroom، dining room، sitting room، kitchen. هسه نجي هذا جزء من الصفحة مالتنا ask and answer. ask and answer هنا أنا جاي يسأل ويريد يجاوب. يقول where's the ball، يسأل عن مكان البول. it is under the table، إنها تحت الطاولة. هسه under شنو معناتها؟ تحت، أخذناهن بالدرس السابق under و on و in. قلنا شنو under وشنو on وشنو in، قلت لكم أريدكم تحفظوهن. تمام، نجي. يقول where's the ball، it is under the table، إنها تحت الطاولة. سأل عن مكان الكرة بأداة الاستفهام where. أوكي، واستخدم فعل مساعد للمفرد is. أوكي، where's the ball، it is under the table. أوكي، where are the grapes، where are the grapes، يسأل عن مكان العنب. بس الجريبس استخدم له فعل مساعد ار، لان الار يجي للجمع. فش جاوبه؟ جاوبه they are on the table، انها على الطاولة. وين مكانها؟ على الطاولة. وهنا انا مطيكم كايت، كيك، تشاير، وجريبس. chairs و grapes.
هنا يقول where's the kite، ترجعون للصور مالتكم شوفون وين مكان الكايت. يعني مثلا أنا اللي أعرفه أن الكايت على الكرسي، فشنو أقول له؟ أقول له it is on the chair، it is on the chair. أوكي، نجي نسأل عن مكان الكيك. where's the cake؟ it is in the chicken، إنها في المطبخ. أوكي، والتشايرز طبعا هنا ما عندنا كرسي واحد، عندنا كراسي اثنين، لذلك خلالهن أس الجمع تشايرز معناها كراسي. فيقول where's the chairs، الكراسي كانوا بغرفة الطعام. it is they are in the they are in dining room، إنها في غرفة الطعام. where's the crabs، it is sorry there are on the table، على الطاولة. طلاب، انتهى درسنا لهذا اليوم، أتمنى أنه استفاديتوا وفهمتوا. مطلوب من عندكم تحفظون الكلمات اللي طيتكم إياهن، اللي هي أماكن المنزل، أوكي، غرفة الجلوس، غرفة الطعام، غرفة النوم، والحمام، والمطبخ. بختام درسنا، أتمنى لكم متابعة.